السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدارس المنتزه الخاصة صف الثالث الإعدادي البنين والبنات، معكم مستر أحمد رجب. إن شاء الله النهاردة هنراجع قطعة نحو على نفس نظام ونمط الامتحانات. بيقول لي: يا مصري، من أراد أن يكون ذا ثقافة واسعة فعليه أن يقرأ، فنعم العمل الاطلاع الدائم، وبئس فعلا تضييع الوقت. لذا يجب على تلاميذ مصر ملازمة الفقهاء والعلماء والأدباء، لأنهم النبع الصافي والمعين العذب الذي لا ينضب. أعرف يا أحمد دلوقتي واسعة أول إعراب نعت مجرور أن يكون ذا ثقافة نعت مجرور وعلامة واسعة الكسرة. تمام. فنعم العمل الاطلاع الدائم، وبئس فعلا. بئس فعلا، عايزين نشوف إعراب فعلا. يلا يا عبد الرحمن، بئس فعلا يبقى فعلا تمييز منصوب بالفتحة، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لذا يجب، لذا إيه؟ يجب. فاطمة، نعرب يجب إعرابها فعل إيه ده؟ يجب فعل مضارع. فعل مضارع ماله؟ مرفوع تمام، شطرة، مرفوع علامة رفعه الضمة. لأنهم النبع، لأنهم إيه؟ النبع. هنا نشوف كده مع بعض. يلا يا محمد، النبع خبر إن مرفوع بالضمة. تمام، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نشوف السؤال اللي بعديه، سؤال استخرج من العبارة. عايز من العبارة منادى وأذكر نوعه. منادى وأذكر إيه؟ نوعه. هنشوف هنا نوع المنادى ونطلعه من القطعة. يلا مين يقول معايا؟ يلا يا محمود. ها؟ مصري. تمام، نوع نكرة مقصودة. برافو عليك، يبقى مصري منادى نكرة مقصودة. هنشوف بعد كده أسلوب مدح. أسلوب إيه؟ مدح من القطعة. نشوف كده أسلوب المدح. اتفضل يلا مروان. نعم العمل الاطلاع. نعم العمل الاطلاع. تمام. نشوف بعد كده مخصوص بإيه؟ بالذم. مخصوص بالذم. اتفضل يا محمود، إيه المخصوص بالذم عندك؟ تضييع. تضييع. تمام، بئس فعلا تضييع. يبقى تضييع هنا مخصوص بالذم ومبتدأ إيه؟ مؤخر. بعد كده عايز ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع اللي هي فيها ألف وبعدها حرفان أو بعدها ثلاثة أحرف إيه؟ ساكنة الوسط. ساكنة إيه؟ الوسط. يلا كده يا فاطمة قولي تاني. تلاميذ. إيه؟ تلاميذ، لأن بعد الألف ثلاث حروف وسطهم ياء ساكنة. طيب نشوف اللي بعدها، اجعل كلمة العلماء مخصوص بالمدح واجب التأخير. كلمة العلماء مخصوص بالمدح واجب التأخير. يلا يا محمد. حبذا العلماء. حبذا العلماء، ونحط طبعا على الهمزة ضم، يبقى هنا حبذا العلماء. بيقول لي اجعل كلمة الأدباء مجرورة بالفتحة في جملة من تعبيرك وغير ما يلزم. نفكر شوية قبل ما نقول. احنا قلنا ان الممنوع من الصرف يجرب الفتحة اذا لم يكن معرف بال او بالاضافة، ولكن يجرب الكسرة اذا كان معرف بال او بالايه؟ بالاضافة. لما نقول هنا يلا كلمة الادباء، يبقى نقول ايه بقى؟ مين هيسمعني؟ ها؟ سلمت على الأدباء. سلمت على إيه؟ الأدباء. لا، هنا لو قلت الأدباء كسر، يبقى سلمت على أدباء. أدباء، برافو عليك، سلمت على أدباء. هنا مجرور وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف ينتهي بألف تأنيس إيه؟ ممدودة. طيب بيقول لي هنا يا فاطمة، قرأت القصة، وعايز بدل بعض من كل. نقول قرأت القصة إيه؟ نصفها. على صوتك، قرأت القصة نصفها، ده بدل بعض من كل، وده من الكلمات الثابتة. هنيجي بعد كده لسؤال مهم جدا، سؤال الكشف في المعجم. بيقول لي نفكر كده مع بعض، كيف نكشف في المعجم عن كلمة الفقهاء؟ كلمة الايه؟ فكروا معايا، الفقهاء الفعل بتاعها ايه؟ ها، نفكر مع بعض. يلا يا محمود. فقه، برافو عليك، يعني باب الفاء. ماشي،
فصل القاف وما يسلسهما الهاء، يبقى أو في مادة فقه الفاء مع القاف مع الهاء. ده أهم الأسئلة اللي بتيجي في سؤال النحو للصف الكام؟ الثالث الإعدادي. وياريت نركز يا سنة تلتع إعدادي إن درجة النحو في الامتحان بتبقى عليها 20 درجة، بيبقى سؤال الإعراب بدرجة، يعني مثلا واسعة درجة، وفعلا درجة، ويجب درجة، والنبع درجة. ويبقى سؤال الاستخراج كل سؤال بيبقى عليه درجتين، وسؤال جيم ودال برضو كل سؤال بيبقى عليه درجتين، بيبقى مجموع درجاتك في الامتحان 20 درجة. فلازم تركز جدا جدا فين في الأسئلة بتاعتك علشان تحاول إن شاء الله إنك أنت تقفل قطعة الإيه النحو من غير ما تنقص ولا درجة. ولازم تفتكروا كويس جدا جدا إن إحنا علينا 4 موضوعات مهمة: المنادى اللي هو معرب أو مبني، المعرب بيبقى المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة، والمبني بيبقى النكرة المقصودة، والعلم المفرد، وكلمة أيها اللي بنحطها قبل المنادى المعرف بألف وإيه ولام، وبنقول عليها ساعتها نكرة مقصودة مبني على الضم. ولازم خلي بالنا كويس جدا 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 من برضو سؤال الكشف فين في المعجم، مثلا السماء بتبقى في مادة سماوة، الكتب في مادة إيه كتبة، ماشي، الميراث بنكشف عنها في مادة ورثة، الميزان بنكشف عنها في مادة وزنة، الوقت بنكشف عنها فين في وقت، وهكذا. لأن معظم الأسئلة دي بتنفعنا كويس جدا جدا فين في الامتحان. وخلي بالك برضو لما يقولك عايزه وعايز المخصوص بالمدح واجب التأخير أو المخصوص بالذم، لازم نستخدم حبذا في المدح ولا حبذا في الذم. لكن لو قال لي اجعله جائز التقديم والتأخير، لازم استخدم نعمة أو بئسة. ولو قال لي عايز الفعل ضمير مستتر، لازم نجيب بعد نعمة وبئسة ايه تمييز، ساعتها هيبقى الفاعل ضمير مستتر. ولما يقول لي عايز الكلمة الممنوعة من الصرف تبقى مجرورة بالفتحة، لازم ما يكونش فيها ألف ولام ولا يكون بعدها مضاف إليه. زي ما احنا قلنا مثلا كلمة مشاعر، أقول له اكشف في معجمك عن مشاعر، كده هتبقى مجرورة بالفتحة. اكشف في معجمك عن المشاعري، كده هيبقى مجرورة بالكسرة. وبرضو اللي بيبقى على وزن أفعل، أقول له اكشف في معجمك عن أفضل، كده مجرور بالفتحة. اكشف في معجمك عن الأفضلي، كده مجرورة بالإيه بالكسرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.